أن مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء. هذا المباشر اللي من وسط مدينة الدار البيضاء، بحيث في هذا الأثناء المصالح الأمنية تعتر وتبلغ بأن شخص ميت داخل المنزل السكني ديالو. كيف كتشوفوا حضور عناصر الوقاية المدنية، عناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى مكان الحادث، مكان العثور على هذا الشخص الميت داخل المنزل ديالو المتواجد بهذه العمارة. كما كنلاحظوا حضور سيارة مركز الطب الشرعي من أجل نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات في مركز الطب الشرعي بالرحمة. صافي من حقك، مرحبا. كتشاهدوا سيارة مركز الطب الشرعي بالرحمة. الشخص اللي لحد الساعة تشهل الأسباب ديال الوفاة ديالو، واش هي بفعل جريمة قتل أم موتة عادية؟ أسئلة كلها تطرح والإجابة دائما تكون بعد فتح تحقيق قضائي في الموضوع. إذن إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، تفاصيل أكثر تجدونها بعد قليل على قناة شوف تيفي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.